صال وجال منذ نعومة أظافره في البيت الكتالوني، أزف الرحيل ويا له من رحيل للاعب أسطوري في بيت برشلونة تشافي هرنانديز. روعة الاسم تكفي وتختزل ما قدمه مع النادي وللنادي، ألقاب وتتويجات وأرقام قياسية، سيمضي وقت طويل قبل أن يقترب منها البعض أو يكسروها. تشافي اختار قطر كما اختار غوارديولا من قبله هذا البلد لإنهاء المسيرة الكروية كلاعب، ولكن الحنين إلى برشلونة سيبقى راسخا. أريد أن أواصل لعب كرة القدم. حين أفكر في مستقبلي أعتقد أن قطر هي أفضل مكان لأن أكون مستقبل في حقل التدريب والتسيير الرياضي. لست أدري ماذا أفعل في المستقبل، ولكن أنا أكيد من مسألة الرغبة في العودة إلى برشلونة يوما ما، وذلك هدفي ويجب أن أتحضر له بشكل مناسب. في كرة القدم هناك لاعبون يصعب أو يندر أن يتم استنساخهم، لعل تشافي من بينهم، ولكن الحاجة لبديل باتت أكثر من ضرورة. سباق محموم حاليا للبحث في الأسواق الأوروبية على وجه التحديد لإيجاد الخليفة الذي يمكن أن يعوض الفراغ الكبير الذي سيتركه هرنانديز. اسمان تواترا وكثر الحديث عنهما لخلافته. الأول فرنسي اسمه بول بوغبا، نجم شائعات الانتقالات الصيفية لغاية الآن، والثاني يطلقون عليه تشافي النسخة الألمانية وهو إلكاي غوندوغان لاعب بوريسيا دورتموند والمتابع عن قرب من المان يونايتد. في برشلونة ومن دون تشافي سيمضي وقت حتى يتعود الجميع على غيابه وعلى عدم اشتراكه في منظومة التيكي تاكا التي بدأها غوارديولا ويواصل على دربها لويس إنريكي.